الرائعة إسعاد يونس في مقالها الأسبوعي في المصري اليوم بعنوان نيني نيني، قالت كلام ممكن يزعل بس يعني احنا مش هنطبطب، محدش بيطبطب علينا فاحنا مش هنطبطب على حد. إسعاد يونس بتقول قالك في سرية تامة بتتسحب الحكومة على طراطيف صوابعها وهس هس عشان ايه؟ تتقدم بمشروع، مشروع قانون للمجلس الأعلى للبث السمعي والبصري للمجلس الموقر، قانون. وهقول لك سر بس بيني وبينك، مش تروح تسيح بقى وتفضحنا، عايزين نسن قانون نقصف بيه عمر الإعلام ونقطع بيه الرقاب ونهدد بالسجن والغرامة لو اتنفسوا. لو شوف بس لو اتنفسوا دول بتوع الإعلام دول، هنقيف مجلس كده يقعد لهم على الوحدة ويقرف في أبوهم ويسن القواعد والقوانين المصطنعة في ورشة المعلم أستيك للكاوتش المطاط، بحيث الكلمة بيتم تفسيرها بألف معنى وإحنا بقى ومزاجنا وتوجهاتنا ومصالحنا وأطماعنا وأسر نظرنا بقى. ده طبعا إسعاد بتتكلم على لسان اللي حيسنوا القانون ده. وبرضو في نفس السرية والدهلزة والمشي على البلاط بالشراب، يتم تدبيك قانون تاني، قانون بقيادة الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب. ساعات بتقول مش عارفة ايه علاقة اللجنة الدينية باللي جاي ده، بس حاجة من جهة طحن، وده مخصوص لبتوع الفن والنيلة الابداع. نفخ بقى من اللي يعجبك بقى، هنقطع ونقص ونعدم وننفي برضو اي حد عايز يعمل فن، هنخلص عليه. ما احنا اصلنا دولة غنية قوي متميزة بالصناعات المتقدمة وعندنا ثروات ياما. لا عيال تعجبك يعني، بناكل شحاتة ونلبس سلف وبنجمع تصنيع براني والصين ضربانة بالصندل ودخلة في مصارين بطننا بتعمل لنا كل حاجة وناقص تتجوز لنا وتخلف لنا ومتنيلين غرقانين في القروض وديون ومفضوحين قدام العالم بقيادتنا الحكيمة اللي لبستنا في الحيطة. بناقص بقى صناعة السينما دي، الصناعة الوحيدة اللي بنعرف نعملها ونصدرها وكانت بتجيب لنا دخل وبتعمل لنا قيمة وسط الدول العربية. الحمد لله والشكر لله قضينا على كل حاجة تانية، فاضل دي بس، يعني فاضل نخلص على صناعة السينما. يلا على لسان بقى الجماعة، يلا خليهم يغوروا يهاجروا من البلد. قعدنا نقول لهم لو قلتوا لا غوروا من البلد، ما غروش وقاعدين لازقين لنا لسه. لا احنا عايزين نبرطع بقى في البلد، امتى هيغوروا يا ربي من على قلبنا؟ ساعات بتقول لهم طب وعلى ايه السرية دي يا سادة؟ خايفين من ايه؟ شوفوا يا حبايبنا، كلمة طالعة من ورا قلبي والله، سنوا القوانين اللي انتوا عايزينها، خدوا راحتكوا على الاخر، خدوا الدور لاخره لحسن لا سمح الله تتوعكوا ولا حاجة ولا يجيلكوا المرض البطال. يلا خليهم يحصلوا اخواتهم القوانين المضروبة بتاعت التأسيسية والتعليم والعزل، ما انتوا عارفين. لكن ربنا يخللنا المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة الدستورية العليا الأجلاء، آخر أمل فاضل لنا. انتوا اطبخوا القوانين واحنا نطعن، وانتوا تطبخوا القوانين واحنا نطعن، كل ما تتزنقوا اضربوا لكم قانون من الفاشلين دول واحنا ايه نطعن. ونيني نيني لحد بقى ما حد يجي يشتريني. الجميلة إسعاد يونس الحقيقة مقالاتها الساخرة النارية اللاذعة بتوضح لنا أشياء كتير بالأسلوب السهل الممتنع. بنشكرها على قلمها الواضح الدغري، وعايزة أتقدم بالتهنئة لزميل مجدي الجلاد
وموجود مولود جديد لصاحبة الجلالة الوطن، جريدة يكتبها القارئ. اليوم العدد الأول من جريدة الوطن برئاسة تحرير مجدي الجلاد، وحملت صفحاتها الأولى أكتر من خبطة صحفية، ملف استقصائي عن دولة العسكر أنصحكم تقروه، وانفراد عن تفاوض شباب الثورة مع رشيد محمد رشيد للعودة من الدوحة. وعايزين فعلا في النهاردة في الحلقة نناقش التصالح وإمكانية العودة ل يعني أفراد من النظام القديم، واستقصاء إذا كانوا مظلومين أم لا. تفاصيل مثيرة عن عمل جنود الأمن في بناء فيلات العدلي، وكيف كان كبير العسس في عصر مبارك يدخل حمامه في مارينا ويتلصص على الناس وهم شايفينه وهم مش شايفينه من وراء جدران شفافة، هو يشوف الناس وهم ما تشوفوش. الوطن شهدت عودة قامة فكرية بحجم المستشار محمد سعيد العشماوي، فكتب في عددها الأول مقالا بعنوان اقرأ ليذكرنا بمأساة الثقافة الشفهية في مجتمعنا. قال مجدي الجلاد في مقاله الأول: الوطن كلمة حب لوطن يفتقد الحب منذ عقود طويلة، شارك واكتب لأن الوطن وطنك. وانا بقول لك شارك زي ما مجدي بيقول، واكتب واقرا.